شارك الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة في أعمال افتتاح الدورة العاشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والذي يعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي هذا الاجتماع ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، يحضره عدد كبير من الوزراء وصناع القرار في مجال الطاقة المتجددة، وما يفوق 2000 مشارك من أكثر من 175 دولة من الدول الأعضاء في الوكالة من جميع أنحاء العالم. يذكر أن مملكة البحرين هي عضو دائم في هذه الوكالة الدولية منذ تأسيسها عام 2009. وأوضح الدكتور ميرزا في كلمته في حفل الافتتاح ما تتطلع إليه الحكومة الموقرة في هذا المجال، حرصا على استمرارية أسبقية المملكة في مجالات الطاقة المستدامة ومواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية في التحول إلى عصر الطاقة النظيفة. ولذلك قامت المملكة بإنشاء هيئة الطاقة المستدامة، التي هي أول هيئة في مملكة البحرين تختص بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. كما شارك رئيس هيئة الطاقة المستدامة على هامش هذه الاجتماعات في جلسات وزارية أخرى إلى جانب الوزراء والمسؤولين من مختلف أنحاء العالم للنقاش حول الرؤية المستقبلية والخطط والتجارب في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. وأنا اليوم استعرضت تجربة مملكة البحرين مؤخرا، كل التطورات اللي صارت في مملكة البحرين. فمثلا احنا عندنا الآن أهداف وطنية للطاقة المتجددة وأهداف وطنية لكفاءة الطاقة، عندنا خطط استراتيجية وافق عليها مجلس الوزراء الموقر، وعندنا يعني مشاريع كثيرة قمنا فيها. بعض المشاريع اللي مؤخرا قامت فيها هيئة الطاقة المستدامة هي إصدار الشهادات الطاقة المتجددة، وهذه الشهادات تشجع الذين ينتجون الطاقة المتجددة أن يستطيعون بامتلاكهم لهذه الشهادات أن يبيعونها على الجهات اللي تحتاج أن تبرهن أنها تستعمل طاقة نظيفة ولكن لا تستطيع أن تنتجها بسبب محدودية الأراضي أو محدودية الأمور الفنية أو أي أمور أخرى. كذلك البحرين عندها الآن مشروع 100 ميجاوات من الطاقة الشمسية في جنوب البحرين، وهذا المشروع من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين. وعندنا كذلك عدة شركات عندها تجارب وعملت يعني تجارب في الطاقة الشمسية، مثل شركة نفط البحرين، شركة تطوير، شركة بنغاز، وكذلك المجمعات التجارية اللي حين ابتدوا يستعملون الطاقة المتجددة.